روبرت كيوساكي، مؤلف الكتاب المشهور الأب الغني والأب الفقير، الكتاب رقم واحد عالميا في مجال كتب التمويل الشخصي، والذي بيعت منه ملايين النسخ حول العالم. وقد تحدى روبرت كيوساكي الطريقة التي ينظر بها عشرات الملايين حول العالم إلى المال وغيرها، فمن خلال رؤاه التي تتعارض غالبا مع الأفكار السائدة، اكتسب روبرت شهرة واسعة بعباراته المباشرة وفظاظته وشجاعته في الحديث، وهو يمتلك موهبة غير عادية في تبسيط المفاهيم والأفكار المتعلقة بالمال والاستثمار والتمويل والاقتصاد بطرق تناسب الجماهير مهما اختلفت أعمارهم أو خلفياتهم الثقافية. إذن سنتابع في الفيديو التالي درسا في الثقافة المالية من روبرت كيوساكي، والذي سيخبرنا فيه كيف أن أكبر خطأ يمكننا الوقوع فيه هو العمل من أجل مرتب. متابعة ممتعة. لمن لا يعرف قصتي، أبي الغني كان والد صديقي المفضل، والدي الفقير كان صاحب تعليم أكاديمي. أنا لم أكن كذلك، كنت طالب بعلامات متواضعة. لكن أبي الغني لم يكمل دراسته قط. وجهتا نظر مختلفتان ليست على صواب ولا على خطأ، لكن والدي الغني كان رجل أعمال، أما والدي الفقير فكان معلما في المدرسة، صاحب تعليم عالي، درس في شيكاغو ونال كل الشهادات الأكاديمية. إذن في عمر 9 في مدينة هيلو بهاواي بدأ والدي الغني بتعليمي، لأني عندما كنت في الرابعة طرحت سؤالا على معلمي: ماذا عن المال؟ فقال: نحن لا نعلمك عن المال. فقلت في نفسي: هذا غباء، لماذا نحصل على عمل في حين لا يعلموننا شيئا عن المال؟ إذن كان هذا هو درسي الأول، وهو الأغنياء لا يعملون من أجل المال. إذن طريقتي في التعليم هي أن أضع الشك في عقلك كي تتحدى نظام اعتقاداتك عن المال، وبعد ذلك ربما يمكنك تبني اعتقادات جديدة أو الإبقاء على اعتقاداتك القديمة. عندما تركت المدرسة في الستينيات كانت هناك العديد من فرص العمل، لكن العالم قد تغير ومدارسنا لم تفعل، فهم ما زالوا يعطون هذا الوعد بالحصول على عمل. وكنت محظوظا عندما تخرجت في 69، كنا نعتبر من بين خريجين الأعلى دخلا في العالم. كان رفقائي يحصلون على 120 ألف إلى 150 ألف دولار في العام، هذا ليس مبلغا كبيرا اليوم، لكن بالعودة إلى الستينيات كان مبلغا ضخما. لكن كما يفعل معظم الشباب لم نبق على قرش واحد منها. إذن كنت أحمل درس والدي الغني في رأسي، وهو أن الأغنياء لا يعملون من أجل المال. فقلت في نفسي: حسنا، جمعت كل هذا المال ولدي وظيفة آمنة، لكن ماذا بعد ذلك؟ وهنا يأتي دور التعليم. إذن سأشرح لك هذا فيما تبقى لنا من هذا الدرس، سيكون حول هذا الموضوع، لأن التعليم المالي يعني بأن لا تعمل من أجل المال. واحدة من الأسئلة التي كان دائما يقولها لي والدي الغني هي: متى لن أحتاج لراتب مجددا؟ إذن هدفي لم يكن الذهاب إلى القمر أو تحقيق معجزة، بل كان: متى لن أحتاج لراتب مجددا؟ لأنك ما دمت تحتاج إلى راتب، سواء كان من رئيس عمل أو مثل ما كان والدي الفقير، كان خائفا جدا من أن يخسر تقاعده الحكومي. فقلت في نفسي: يا إلهي، ما هذه الطريقة في الحياة؟ العمل من أجل التقاعد؟ فلو أنه طرد من عمله سيخسر تقاعده، كان هذا أفزع شيء في العالم بالنسبة له. بعد ذلك يأتي الضمان الاجتماعي، وهذا أسوأ. لهذا فقد كان هدفي عندما كنت في عمر 25 تقريبا، قلت: هدفي هو ألا أحتاج إلى راتب مجددا بعد الآن من أي كان، حتى من الحكومة. لا أريد أي تأمين صحي أو ضمان اجتماعي. وقد كنت طيار عسكري، فقالوا لي: يجب أن تحصل على منحة تقاعدك العسكرية، أنت تحتاجها، لكن أنا لا. كان كل ذلك بسبب هذا هنا، كان هذا هو الفرق. لم أرد أن أعمل من أجل المال كي أحتاج راتب. إذن فيما تبقى لنا من هذا الدرس ستعرفون ما الشيء الذي أعمل من أجله. إذن فلنبدأ الدرس الآن. إذن هذا الدرس من كتاب أبي الغني أبي الفقير، هذه بعض مميزاته. امتلكت هذه الأفضلية في سن 9، علمت ما سأعمل من أجله. هذه هنا تسمى ببساطة القوائم المالية، هذا ما يريد أن يراه محاسبك المصرفي.
عندما كنت في عمر 9 هذا هو الدرس الذي علمني إياه أبي الثري. والمشكلة الأساسية التي يقع فيها الناس هو أنهم يذهبون للمدرسة للحصول على عمل ويعملون هنا. هذا فيما يخص الفقراء وأصحاب الطبقة الوسطى. وكما سنتحدث لاحقا، أول النفقات هي الضرائب. مؤخرا الرئيس ترامب قال بأنه وضع تخفيضات ضريبية. هو لم يضع تخفيضات ضريبية لهؤلاء. كما تعلمين القوانين دائما تكتب لصالح الأغنياء. أنا لم أضع القوانين، لا تغضبوا مني، لكن هذه هي القوانين. الأغنياء يضعون القوانين، القاعدة الذهبية، من يملك الذهب هو من يضع القوانين. إذن التخفيضات الضريبية تأتي لصالح هؤلاء، وهذا ما سنتحدث عنه لاحقا، لكن هذا هو ما أعمل من أجله. إذن الشيء الأول الذي أعمل من أجله، لأني رجل أعمال، أعمل من أجل المشاريع. لدي مشاريع عديدة وأنا لا أعمل فيها، لأنك تعملين هنا ولا ترينني أبدا، لأني لا أعمل من أجل مرتب. الشيء التالي هو العقارات. العقارات جيدة لعدة أسباب، لكن السبب الأول هو الدين. أستعمل الكثير من الديون لشراء العقارات ولا أدفع الضرائب على ذلك. هذه هي العلاقة. الشيء التالي هو الأوراق، وهنا نتحدث عن صناديق الاستثمار، صناديق الادخار، المدخرات وكل هذه الأمور. أنا لا أفعل هذا، لكن هذا ما يفعله الناس. الذهاب إلى المدرسة والحصول على عمل، ضع مخططا لتقاعدك وادخر المال. فاشل. أنا أفعل هذا لتحفيزكم فقط يا أصدقاء. ربما ستبدأون بالتفكير، أنا لم أضع القوانين، لكن هذه هي القوانين. هؤلاء هم من يدفعوا أعلى الضرائب، وهم الأكثر كدا في العمل. وآخر شيء هو السلع، وهي أصول متنوعة. رقم 1 هو الذهب، الفضة، والنفط، الأراضي، المياه، الطعام. هذا هو ما أعمل من أجله. عندما تركت المدرسة عوضا من العمل من أجل مرتب والعمل من أجل المال، تعليمي كان يدفعني أبعد من الحصول على عمل، مع أني كنت أملك عملا جيدا. كان يجب علي عندما تركت المدرسة في مثل عمرك، أول شيء ركزت عليه كان السلع. بالعودة لسنة 1972 بدأت بشراء الذهب، وقد كان امتلاك الذهب غير قانوني للأمريكيين في ذلك الوقت. تخيلي هذا. بالعودة لـ72، اليوم نملك البيتكوين، شيء مختلف، كل شيء يتغير بسرعة اليوم. إذن بدأت بالذهب، والشيء التالي كان النفط، لأني ذهبت للمدرسة لكي أكون ضابط ناقلة وأقود ناقلات شركة ستانفورد أويل، وقد فهمت النفط. إذن أنا وزوجتي لم نمتلك شركات ستاندرد أويل أو شيفرون أو أكسون، نحن نمتلك آبار نفط. السبب هو الضرائب. لا تفرض عليك أي ضرائب لامتلاكك النفط على الورق، لكن تفرض عليك ضرائب ضخمة لامتلاكك النفط الحقيقي. وبعد ذلك انتقلت إلى العقارات. لماذا؟ لأنه يمكنني استخدام الديون لشراء العقارات، ولأني أستخدم الديون لا أدفع أي ضرائب. وثالثا بدأت بمشاريع عملي الخاص، وقد امتلكت العديد من المشاريع عندما كنت طفلا، لكن هذا هو مشروعي الحقيقي الأول، وقد كان مشروعا لحفاظات المال، وقد حققت نجاحا باهرا. والمشكلة أني كنت غبيا، فقد صعد المشروع إلى القمة ثم هبط إلى الحضيض. ما أبقاني على قيد الحياة كانت هذه وهذه. ربما تقول أنت هنا تعمل من أجل المال، لكن سأشرح لك الآن. لم أكن أريد ما يعرف باسم المرتب، كنت أريد أن يتدفق المال من هنا. إذن هذا ما أعنيه بأن الأغنياء لا يعملون من أجل المال. كنت أريد أن يتدفق المال وأن أدفع القليل من الضرائب، ويمكنني استخدام الكثير من الديون هنا. الشخص العادي عندما يذهب إلى المدرسة، أكبر التزام بالنسبة له هو القروض الطلابية. أعني هذا مريع، لكنهم يفعلون هذا، تملكون القروض الطلابية، لكنها من بين أسوأ أنواع الدين، لأنه لا يمكنك إعلان إفلاسك. بعد ذلك تحاول شراء منزل وتظنه من بين أصولك، لكنه في الحقيقة التزام. لماذا؟ لأن المال يتدفق في هذا الاتجاه. منزلك يكلفك المال على أي حال. بعد ذلك تشتري سيارة جميلة، أنا أملك واحدة، والمال يتدفق من هنا.
والمشكلة مع أغلب الشباب أنهم يذهبون إلى المدرسة ويحصلون على عمل ويحملون على عاتقهم القروض الطلابية، بعد ذلك يحاولوا أن يتزوجوا ويشتروا منزل وسيارة، يفعلون هذا بواسطة القروض الائتمانية، لكنهم لا يملكون أي فرصة للقدوم إلى هنا. عندما قلت بأن الأغنياء لا يعملون من أجل المال، لم أكن أبدا أريد الاعتماد على راتب من أي كان، كنت أريد أن أكون إنسانا حرا. هنا أستفيد من تخفيضات ضريبية لأني أملك عمال، لكن هذا موضوع آخر للمناقشة. إذا كنت موظف ستفرض عليك ضرائب، إذا كنت توظف الناس ستستفيد من تخفيضات ضريبية. انظر الآن، شركة أمازون تبحث عن مقر جديد لها، كل الحكومات تريد أن تستقبلها. من فضلك تعال إلى إنديانا، من فضلك تعال إلى كندا. لماذا؟ لأنهم سيجلبون العمال والعمال سيدفعون الضرائب. نفس الشيء بالنسبة لشركة تسلا، أظن أنهم حصلوا على 50 بليون من ولاية نيفادا لأنهم سيجلبون العمال هناك. إذا عندما يقال لك اذهب إلى المدرسة واحصل على عمل، قل ربما سأفكر بطريقة مختلفة هذه المرة. أنت تريد وظيفة من أجل الخبرة، هذا هو الفرق. سبب قولي بأن الأغنياء لا يعملون من أجل المال لأني لم أكن أريد راتبا قط، ولم أكن أريد دفع الضرائب، كنت أريد أن أدفع أقل شيء ممكن من الضرائب. أردت امتلاك الأصول كي يتدفق المال. بالنسبة لكم، جدوا صديقا وتناقشوا معه في الأمر. شكرا. إذن سنحاول تلخيص ما جاء في الفيديو. أولا، لدينا بيان الدخل وكشف الميزانية. نلاحظ أن لدينا 4 خانات: خانة الدخل وخانة النفقات، خانة الأصول وخانة الالتزامات. الشيء الذي يخلط فيه الكثير من الناس هو الفرق بين الأصول والالتزامات، ولروبرت كيوساكي تعريف بسيط لهذا الأمر: فالأصل هو كل ما يضع المال في جيبك، أما الالتزامات فهي تأخذ المال من جيبك. فلو أخذنا مثال المنزل أو السيارة أو الممتلكات بشكل عام، فغالبية الناس تراها من الأصول، أو فلنقل يعتبرونها مقياسا للثراء، لكن روبرت كيوساكي يرى العكس من ذلك، لأن منزلك يكلفك المال، فأنت تخرج عليه نفقات كل شهر، وهي نفقات الكهرباء والغاز، نفقات الضرائب وما إلى ذلك. ونفس الشيء بالنسبة لسيارتك، فهي تحتاج إلى صيانة وتأمين ووقود، فهي تكلفك المال كل شهر، ولذا فهي تعتبر من الالتزامات. لكن يمكن لسيارتك أو لمنزلك أن يكونا من بين أصولك، وهذا في حال كنت تؤجر سيارتك أو منزلك لشخص ما. في هذه الحالة هما يضعان النقود في حصالتك كل شهر. وقد ذكر كيوساكي أيضا كيف يتجنب الضرائب، وذلك عن طريق الاستدانة من الحكومة. وبما أن الحكومة الأمريكية تشجع الاستثمار، فهي تمنحه امتيازات ضريبية، وبذلك فهو يتجنب الضرائب بطريقة قانونية. فلنعد لبيان الدخل. يقول كيوساكي بأن بيان الدخل للفقراء يكون بهذا الشكل: فالفقراء عادة لا يملكون أي التزامات أو أصول، فكل همهم هو القوت، لذا فبيان دخلهم يكون بهذا الشكل، فهم غير معنيون بخانة الأصول ولا بخانة الالتزامات. أما أفراد الطبقة الوسطى فهم يشترون التزامات ويضمونها أصولا، كما يقول كيوساكي، كشراء السيارات والمنازل الرحبة، فبيان دخلهم يكون بهذا الشكل. أما الأثرياء فيضعون كل تركيزهم على خانة الأصول لكي تضع لهم المال كل شهر في حصالتهم. ما يمكن استخلاصه من الفيديو هو أنك إن أردت أن تسير إلى الثراء فعليك العمل من أجل خانة الأصول. حتى وإن كنت اليوم تعمل من أجل مرتب، وهذا هو حال أغلب الناس، فعليك بالتفكير من الآن في الاستثمار في أشياء تنمي بها خانة أصولك، توفر لك دخل ولو بسيط في البداية وستكبر مع الوقت. فأول استثمار لروبرت كيوساكي لم يوفر له ملايين الدولارات، بل كان منزلا صغيرا اشتراه وقد قام بتأجيره، وكان يوفر له 25 دولار كل شهر. إذن فلتتذكر، المهم أن تبدأ. هذا ما كان في جعبتي لهذا الفيديو. أتمنى أن يكون الفيديو قد لاقى إعجابكم. أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. سلام.